وحول آخر التطورات ينضم إلينا الدكتور عبد العزيز الغشيان، باحث في السياسة الخارجية السعودية تجاه إسرائيل. مرحبا بك معنا دكتور. بداية يعني دكتور عبد العزيز، نحن نتحدث عن قرار سعودي، كيف تصف هذه الخطوة؟ مرحبا بك يا أخوي. أنا أتوقع أنه لا ريب أنه هذه صفحة جديدة في العلاقات السعودية الإسرائيلية. طبعا أنه تطير طيارة فوق أو تطير يكون هناك طيارة إسرائيلية تطير فوق الطيران السعودي في الأراضي السعودية أو الأجواء السعودية بطريقة رسمية، هذا يعني تقدم أو شيء جديد جدا ويدل على صفحة جديدة. ولكن برغم ذلك في شيء أنا لابد أن ننتبه إليه، هي الأسلوب والنمط الذي صرح به الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية. أنا أتوقع أنه طريق الأسلوب هذا وطريقة الأسلوب يدل على العلاقة سياسة الخارجية السعودية تجاه إسرائيل، سياسة متوازنة، سياسة فيها ربما فيها نوع من الضماء النافعة لكي تسمح لموقف سليم أو موقف ثابت تجاه موقف تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، في نفس الوقت توازن بين علاقاتها الخارجية والإقليمية والأمنية وإلى آخره. فهذا الأسلوب غير جديد، هذا أسلوب في الحقيقة تاريخي، ولا بد أن الناس ينتبهوا إلى ذلك، لأنه ربما الناس يتوقعوا أنه هذا الأسلوب شيء جديد وهذا غير جديد. طيب، وإذا كان الأسلوب جديد أو غير جديد دكتور عبد العزيز، لماذا لا تشهر السعودية هذه العلاقة بشكل علني مثل ما فعلت الإمارات؟ على الأقل الإمارات في المرحلة الأخيرة قالت يعني لابد من الاتفاق بشكل علني مع إسرائيل، السماح بفتح الأجواء أمام الطيران الإسرائيلي وترحيب بهذه الاتفاقية. هل الوضعية في السعودية تختلف عن تلك في الإمارات؟ نعم بلا أدنى شك. شوف الله يسلمك، الهوية السياسية لدى الإمارات مختلف جدا عن الهوية السياسية لدى السعودية. الإمارات لم أبدا تصرح أنها دولة قائدة الإسلام ودولة قائدة إسلامية ودولة قائدة للعرب، لم تصرح بذلك. المملكة العربية السعودية لها مواقف تاريخية ولها سياسة تاريخية اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه إسرائيل أيضا. فلا ننسى أن يعني كما تفضلت أن هناك المبادرة العربية، أن المبادرة العربية مبنية على المبادرة الأمير عبد الله كان حين كان ولي عهد، خطة عبد الله الذي تم إنشائها في 2002 فبراير 2002. فلا ننسى أنه أيضا هذه المبادرة يدل على أنه مكانتها. طيب، أين هي المبادرة الآن؟ يعني نشاهد هناك تطبيع واضح من قبل الإمارات، وهذا ما يتمه أيضا الفلسطينيون، التطبيع الكامل أمام الانسحاب الكامل. في المقابل البحرين أيضا حملت رسالة لكوشنر قبل وصوله إلى الرياض وقالت يعني المواقف السعودية في المنطقة تضمن الاستقرار. ماذا نقصد بهذه الرسالة؟ سؤال كويس، لكن في شيء أبغى أقوله عن المبادرة العربية. إنه المبادرة العربية كثيرين من الناس يقولوا عن المبادرة العربية أنها شوف يعني دوغماتيك، يا إما كل شيء يا إما ولا شيء. لا، فيها نوع من البراغماتية أيضا. وشيء آخر يدل على جوابا على سؤالك الآن، إنه هذا ليس يدل على المبادرة العربية نفسها، هذا يدل على دور الإمارات التي تلعب بها الآن في المنطقة. واضح أنه الآن دولة الإمارات تلعب دور خارج عن ربما إطار المبادرة العربية وخارج عن الإجماع العربي اتجاه هذه الفكرة. فهذا يدل على زيادة الدور التي تلعب بها الآن إمارات. لا بد أن نقول شيء إذا سمحت لي من فضلك، أنه ربما الإمارات لها طموح أن تلعب دور أكبر وأكبر في المنطقة، والآن والتطبيع مع إسرائيل فرصة كبيرة لكي تساعدها أن تلعب دور أكبر في المنطقة. نعم، وصلت الفكرة. دكتور عبد العزيز الغشيان، الباحث في السياسة الخارجية السعودية تجاه إسرائيل، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.